إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يعيش طويلا سترون اختلافا، الناس هتختلف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، في رواية أخرى من بعدي، وهذه الرواية اللي هي صحيحة، عضوا عليها بالنواجذ. إيش هي النواجذ؟ هذه هي النواجذ، نمسك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كده بالنواجذ. إيش الحديث الثاني؟ في الصبح أنا كنت بدي أكتب لكم هو، لن تضلوا، فإن تمسكتم فيها فلن تضلوا. فلن تضلوا. أنا بأسوي هذا الإكسرسايز قدامكم عشان تعرفوا إنه كيف تقدروا تدخلوا على هذه الموسوعة، تحطوا أي نص من النصوص اللي بتوصلكم إنه هو قول حديث من السنة، ويطلع لكم على طول في الحكم حق الحديث. فشوفوا مثلا لما أنا أضغط هنا من الموسوعة: لا ألقاكم إن دماءكم وإنكم ستلقون ربكم. نشوف عرض الحديث بالكامل، يا رب يكون موجود كله كامل. الصوص بالنساء، إيه. هنا شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول: هذه بناتي في المحاضرة، في الخطبة اللي ألقاها، وكانت آخر خطبة يلقيها الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه. ما فصل قال كتاب الله وخلاص. ليه؟ لأنه لو أنا وياكم بنشغل عقلنا حق أبو دقيقة، جزء من ثانية، ليش الله عز وجل يبعث رسول؟ حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما كانت سهلة أبدا، شاف منها الصعاب، ودميت قدماه، وكسرت الاثنتين حقته دي، وانجرح في وشه، وماتوا أحبابه، ودخل في الحروب وانجرح، ودخلوا في سنة الجوع، مر بمصائب قديش كبرها عشان دين الإسلام يعلو ويصلني ويصلك على مدى 14 قرن ويبقى إلى آخر الزمان. لو وجوده ما هو مهم، لو طريقة هديه أنا وياك ما هي محتاجينها، يرسل رسل ليه؟ لأنه في هديه نور، في اتباع. هو كيف فسر دي الآية؟ كيف أتوضى؟ المشكلة بناتي إنه إحنا بعدنا عن العلم الشرعي. لما نيجي نتكلم نقول على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نفكر هي الركعتين اللي قبل الظهر، ولا اللي قبل الفجر، ولا تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولا إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بناتي لو درستوا العلم الشرعي حتستوعبوا الصلاة اللي هي صلة بيننا وبين الله عز وجل خالقنا، اللي منها نشحن، ومنها نعمل ريسيت لحياتنا، منها كيميائية جسمنا يتخلط مرة تانية. ذكرت في القرآن في آيتين: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والآية الثانية ما تحضرني الآن. مين اللي علمنا في فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ مو الثلاثة بس الأوقات اللي مذكورة في القرآن. مين؟ الرسول صلى الله عليه السلام. مين علمني إنه الفجر ركعتين، والظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة؟ حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا في أركان وأساسيات الفرق بين المؤمن والكافر الصلاة ذكرت جملة في القرآن وفصلت في السنة، معناته السنة والقرآن لا ينفصلان. لا تفكروها ضربة لازم من باب زيادة تقوى ورع، هي تقوى ورع. لكن لو أنا وياكم عرفنا إنه في اتباع حياته شبر بشبر، كانت قلوبنا تزكت، purified our heart، ودخل النور في حياتنا، وانقلب حالنا من حال إلى حال.
الله عز وجل. يعني بناتي، أنا من الأشياء اللي ما أفهمها لما يجوكي ناس الآن في هذا العصر يقولوا لك إيش؟ أنا لي بما ورد في القرآن الكريم. شوفوا بناتي، هذه جزئية أنا ممكن أختبركم فيها، ما هي مكتوب منها ولا كلمة في الشرائح، عشان كده كنت أقول لكم تيك نوتس. يقول لك أي شيء موجود في القرآن الكريم أنا أخذه، لكن تيجي تقولي لي سنة حديث، يا ماما كيف مر 1442 سنة حفظت السنة وحفظ الحديث؟ ما ممكن ولا يدخل عقلي. طيب، أربعة كده آيات بس سريعة من هذا القرآن. طبعا زي دي الآيات في أكثر من 100 آية في القرآن الكريم بنفس المعنى اللي أنا هقول لكم هو. يا قرآنيون، لا يا منادى، يا قرآنيين، ده القرآن اللي أنتوا بتقولوا إحنا بس نقرأ القرآن ما لنا شغل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الله عز وجل يقول ومن يطع الله فقد، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الطريقة في اللغة العربية الإعجاز البياني يقولك لما تطيع الرسول كأنك تعطي الله. هو ما بيقول لك أنت بتطيعيه عشان هو بيقول كلام الله، عملهم طاعتين ساوى بينهما. يجي الله عز وجل في آية تانية في القرآن الكريم من 100 آية وأكثر يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه. اللي يقول لك عليه نبيك سويه سويه، واللي يقول لك عليه لا يعني لا. الثالثة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بدليل لما تيجي أنت تمسك القرآن، الله عز وجل يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في فتواه، في نصيحته، في مشورته، وكأن الوحي مرتبط به. طب هو اللي بشر أول الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أظن الأحزاب ولا الخندق، والناس خايفين، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته تعالوا أطلعوا ربنا حيمدنا ب3000 من الملائكة. يقوم الله عز وجل يقول له مو بس حمدك ب3000، أمدك ب5000. هو اللي قال إنه في مدد من الملائكة، والله عز وجل زود بشرى. طيب شوفوا الآية الرابعة اللي أنا أقول يا ربي يا قرآنيون هذه فين تصرفوها؟ الله عز وجل يقسم قسم يقول فلا وربك، هذا قسم من ربنا. ربنا يقسم بنفسه، بنفس العزة والجلال والملكوت والكبرياء والعظمة، لا يؤمنون. نفى الإيمان عن من يدعي إنهم قرآنيون، فولا ربك لا يؤمنون. إيش؟ حتى هذا أداة شرط، لما يتحقق الشرط يصيروا آمنوا، بدون الشرط ده فلا إيمان. إيش يقول؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنت المرجع، أنت الأساس، أنت القول الفصل. لما إجي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمني لما أضارب مع أحد إيش أسوي، ولما أحد يموت كيف الورثة تصير، يعلمنا هي بالتفصيل، يرجع له في كل صغيرة وكبيرة. مو بس كده، أنا هنا بقول يحكموك، معناته هو صار إيه؟ مرجعيتي، القول الفصل. وشوفوا إيش يكملها، ثم مو بس رحنا له وسمعنا حكمه، ولا فتحنا الدورة السنية وطقطقنا كلمة وطلعنا الحكم وشفنا الحكم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي. Unease. عشان يكمل فصل الإيمان، يكمل صفة الإيمان، لازم ما يكون في نفسي ونفسك أي حرج. I unease. صعب علي. وشوفوا المقطع الثالث.
عطف، يعني دي تساوي دي، ما ينفع أفصلهم. ما قال أو، ويسلم تسليما، surrender، submission. ما في، يلا يا قرآنيون، أنا ما كملت 100 آية، فوق 100 آية. تعرفوا بناتي وأنا بقرأ الورد حق اليومي، كل ما تجيني آية أقول الله أكبر، القرآنيون بيقرأوا دي الآية ولسه بيدولوا لها مصرف. ليش إحنا ما نتبع السنة؟ كيف السنة بناتي ما حفظت؟ وأنا الآن فقط أخذتكم في رحلة بس في حديثين، يرجع يقول لك إيش حكمه، كل رواية ذكرت منه مفصلين وتفصيل، ما في ممكن كلمة ولا حرف يقول هو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكفشوه. مكتوب ضعيف، باطل، شاذ، مرفوع، معلل، صحيح، يعطيك فصل وتفصيله، كل مرصود بدقة متناهية. ليه؟ إذا أنت ما زلت عندك شك إنها حفظت، معناته أنت لازم تقرأي كتاب سابغات قراءة كاملة من الألف للياء. أنا كنت مترددة أحط لكم هو كواحد من المراجع في التكليف اللي أعطيتكم هو، ولكن قلت هو كتاب نافع يعمق دلائل النبوة ويعمق حفظ السنة لمن تريد أن تبحر في هذا.